طيب احنا نعمل طبق، احنا مش مهم ان هو ده طبق بداية او طبق جانبي، ممكن الطبق يتعمل باكتر من طريقة. فالطبق اللي هنعمله دلوقتي اللي هو اسمه عيش ابو اللحم، عيش ابو اللحم وهو طبق مكاوي او أوكي. من مكة المكرمة. طيب نوريهم. طيب هنا بالنسبة لل عندنا هنا البهارات اللي هنستعملها في العجينة نتكلم عليها الاول قبل ما نبتدي العجينة. ده اسمه ابزار برضه. ابزار عيش عبارة عن خميرة حج ومحلب وشمر وينسون وحبة البركة. يبقى خميرة خميرة حج اسمها محلب شمر وينسون وحبة البركة أو الحبة السوداء. إذا ما لقينا هذا أيوة. وما توفر لنا ممكن كمون ممكن مع كمون. الدقيق. أوكي. فأحط هنا هوت نعمل العجينة نفسها، بحط الدقيق. وانا عارف ان انت قلتي لي المفروض بنحط الخميره تتخمر، لكن انا بستعمل هنا خميره فوريه، فاحط نعم. الخميره وبحط معاها اللي هي الابزار العيش او ابزار العيش طبعا. العيش في الحاله ديت العيش اللي هو العيش اللي هو الخبز اللي هو الخبز اوكي علشان مش العيش اللي هو تسميه اهل الخليج اللي هي الرز. بس بطحنهم مع بعض وبعد كده بضيف عليهم الزيت، نحط الزيت ومن ثم الماء، واستعمل شويه ملح صغيرين بس للطعم مش كتير. نعم. نحط شوية ملح وبعدين بحط المية. الماء بالتدريج. أوكي. نقدر نحط هنا المية بالتدريج. ولو مية دافية زي ما بنعمل أي عجينة بتساعد إنها تتخمر بسرعة. نعم. يلاحظ نحط المية بالعجينة. هنا. تفضلي. إنها يعني تكون تلزق باليد وليست ناعمة جدا. أوكي. وليست سميكة جدا. أوكي. يعني نعم. ديت بتكون نعم. الأساس فيها. نعم. طيب بعد ما بتتعجن هنا نخليها تتعجن، نتأكد إن كل المكونات اندمجت مع بعضها. بنجيب لها صاج، والصاج اللي هستعمله بيكون مدهون شوية زيت صغيرين. نعم. ده اللي بحطها، بحط نعم. العجينة فيها، مش بفردها وبعدين أحطها، بحطها في الصاج مباشرة. نعم. تفرد باليد. دي بتتفرد باليد. طب نشوف إن هوت نحطها هنا كده، نتأكد إنها خلاص. وديت اللي هاخدها وأفردها هنا أهو. بعد ما أفردها أحط اللحمة، وممكن حتى ناخدها ونقطعها بعدين، بس الأول طبعا هي بعد ما نفردها نحطها بمكان دافي. هنسيبها تتريح اوكي تخمر العجينة. اوكي بفردها كده. اوكي بغطي الصاج او بتبقى الصينية فيها. الصينية اللي انا بستعملها نحط ديت كده اهو، وبتبقى فكرتها زي يعني الصاج اللي بستعمله حسب الارتفاع اللي انا عايزه. ممكن دي نعم. تكون رقيقه، ممكن سميكه، ممكن او رفيعه حسب. اوكي نسويها كده. في ناس يحبوها اسمك كده. اوكي وعندي شويه دقيق بعد اذنك دانيال، الدقيق اللي هناك نستعمله اخده منك، انا سايب شويه هناك. وعلى اساس انت قلتي بتبقى بتلزق شويه، فدوت العجينه نفسها بتبقى بالطريقه دي. نحطها كده وبفردها، وبحطش كميه كبيره. شكرا. نحط شويه صغيرين بس هنا في ايدي عشان تساعد ايدك. تساعد ايدي ان انا بفرد بيها. ودوت هيكون تقريبا الشكل بتاعها. بغطي ديت نحطها هنا اهو، باخدها واغطيها، بسيب ديت تتخمر في مكان دافي. نحطها هنا اهو، ناخدها واسيبها تتخمر هنا اهو، عندي مكان هنا ليها. ونوريهم بعد ما بتتخمر بترتفع تقريبا، بيبقى ده الارتفاع الحجم بتاعها بترتفع. في كمان ممكن يكون اقل من كده ارتفاع، ممكن ارتفاع اقل من كده. طب الخلطه بقى اللي انا هحطها عليها من فوق هنا هتكون هي الخلطه السحريه او السريه اللي انا هحط فيها اللحمه. بحط لحمه مع الصاجه اللي هي اللحم المفروم، بسويها مع بصل واحط عليها شويه ابزار فلفل اسود كمون، وبحط مع ديت كرات اللي هو الكرات الاخضر. ايوه نحط كفايه كده. ممكن نستعيد عن الكرات، يعني احيانا الواحد ما يبلاش ما يلاقيش كرات، ممكن يحط بصل عرب اخضر البصل أو الليس. نحط شويه يعني. طحينه وطحينه، وبنحط خل اسود شويه خل اسود، ونضيف نقلب ميه كل دول عليهم بفردهم هنا كده اهو. وبعدين لو حسينا انها مش محتاجه ميه بنضيفلهاش ميه، لو محتاجه ميه بنضيفلها حسب كميه الطحينه اللي انا حاططها قد ايه. نحط شويه طحينه تانيين هنا كده كفايه. اوكي وديت اللي بحطها فوق زي اللي بحطها على العجينه من فوق، نحطها هنا اهو. نفرد ديت، بفردها هنا وبغطي كل القطعه ديت صح كده. نعم. ده كده بيبقى شكلها. في اي ملاحظات؟ تضغط ككل، بنغطيها كلها. وبعد كده بنعمل ايه بعد كده؟
تمام. ممكن نحط بيضة أو بيضتين. حضرتك حطيهم هنا وساعديني فيهم. أيوة. بعد كده بحط دوت البيض المخفوق بحطه من فوق هنا. أيوة. دي كده بيبقى شكلها. وبعدين بنحط عليها وإما نرش عليها حب النوم إذا توفر أو السمسم. السمسم بالشكل ده شوية كده. طبعا هي ما هي شرط أساسي بس إذا توفر. أوكي. للزينة أنا عندي واحدة هنا كمان جاهزة نوريها لهم. دوت بيبقى شكلها ده بيبقى الشكل بتاعها. مش هي بيبقى شكلها كده برضو؟ نعم. طيب دي بتقدم. احنا قلنا قبل ما اعمل الطبق قلت بتقدم. اتفضلي حضرتك ممكن تساعديني حتى في الطبق اللي هنجيبه. ممكن عندي الطبق الابيض نحطه لي هنا اهو ونعمل له الصلصه. ممكن تتقدم وتتقطع باكتر من شكل. اهو عندي الطبق اهو اتفضلي. اوكي. و بتقطع مربعات ولا انا احب على شكل الماسه نقطعها كده اهوت صح كده ولا؟ أيوة. اوكي. دي ممكن تقدم كمقبلات كطبق بدائي. ايوه على اساس تكون فينجر فود او مقبلات. اوكي. او ممكن طبق رئيسي طبعا. رئيسي ممكن. ممكن احط لحمه. حد جربها باني احط دجاج مفروم عليها من فوق؟ ما ادري بس ممكن تجربها بمفروم الدجاج بس غالبا الطريقه التقليديه باللحم المفروم والضاني. وبعد كده بقطعها بالطول كده اهوت. المرض. طيب ده نوديه هنا. ده بالمناسبه اللي احنا عملناه هنا كانت انا حطيت سلطه والسلطه دي سلطه الطحينه عباره عن طحينه كان طحينه وفيها شويه طماطم وممكن الكرات نفس الكرات اللي احنا استعملناها ولو حضرتك ممكن توريها